معك دكتورة دعوة الأحدب، أكاديمية في علم النفس الاجتماعي ومديرة مركز المستشارة للصحة النفسية. يا أهلا وسهلا دكتورة دعوة، عندي سؤال لك، هو هل أعطت النسوية النساء حقوقهم؟ النسوية سلبت النساء حقوقهم، يعني ما توقفت عند سلب النساء، بالعكس سلبت النساء والرجال بالأفكار المتطرفة وبسوء الأسلوب الذي دخلت به، استغلال الظلم الذي تعيشه المرأة يعني بأنحاء العالم جميعا، وبالنسبة للمجتمع المسلم كنسويات المسلمات أو الإسلاميات بسموهم، فاستغلت الظلم الذي يقع على المرأة واستغلت بعض نقاط الضعف واشتغلت على هذا الموضوع، بدل أن تعطيهم حقوقهم سلبتهم حقوقهم.